ينضم إلينا من عمان سركيس تشبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة كويتي جروب. أهلا بك معنا سركيس وشكرا على وجودك. خلينا نبدأ بهاي الأسعار اللي عم نشاهدها للنفط والتي تتراجع على ما يبدو، يعني عدة عوامل يمكن عم بتحرك أسعار النفط بالوقت الحالي، متحور دلتا، اليوم الأعاصير بالنسبة للولايات المتحدة والتخوف من انقطاع التيار الكهربائي، وأيضا الاجتماعات المرتقبة لأوبك بلاس. برأيك كيف ستتعامل الأسعار مع كل هذه العوامل خلال هذه المرحلة؟ بالفعل نحن أمام العديد من المتغيرات بما يخص تحركات أسعار النفط الأمريكي الخفيف وكذلك عقود برنت، وذلك وسط تضارب كبير في الآراء حول التوقعات المستقبلية للطلب العالمي على النفط. فمن جهة، وكالة الطاقة الدولية أكدت بأن النمو على طلب النفط توقف خلال شهر يوليو الماضي، وخفضت أيضا التوقعات بالنسبة نمو الطلب خلال النصف الثاني من هذه السنة، وذلك وسط تفشي متحور دلتا من فيروس كورونا. وفي نفس الوقت هنالك أيضا إعصار يضرب في الولايات المتحدة، في جنوب الولايات المتحدة وخليج المكسيك على وجه الخصوص، تسبب بانخفاض الإنتاج بواقع حوالي 1,700,000 برميل يوميا، لكن أيضا يقابل ذلك مخاوف من انخفاض الطلب بفعل هذا الإعصار، لأن الفيضانات وانقطاع أيضا الطاقة قد يتسببان في انخفاض الطلب على النفط. بالتالي السعر لحركة أسعار النفط لهذا اليوم تشهد توتر مع بعض التراجع، هذا جاء بعد ارتفاع كبير الأسبوع الماضي قدر ب 10% على عقود غرب تكساس الوسيط، 11% على عقود برنت، لكن حالة من التذبذب وسط انتظار المتداولين لقرار منظمة أوبك وحلفائها يوم غد. فالبعض أو على الأرجح ستبقي منظمة أوبك على الاتفاق السابق في أن يتم رفع الإنتاج بواقع 400,000 برميل، لكن هنالك من يشير خصوصا بعد تصريحات وزير الطاقة الكويتي بأن ربما سيتم إعادة النظر في ذلك، ولذلك المتداولون الآن في حالة من الحذر. في الحقيقة أسعار النفط ربما ستواجه بعض الضغط الهابط في حال قامت أوبك وحلفائها بإقرار رفع إنتاج 400,000 برميل، حيث أن الطلب من كبرى الدول نتكلم عن الصين، اليابان، الهند، انخفض بسبب متحورات كورونا والإغلاقات التي حصلت هناك، لكن هذا الانخفاض قد يكون محدود نوعا ما، وذلك لأن الإغلاقات بحد ذاتها ليست كبيرة كما حصل خلال العام الماضي 2020. فالتذبذب ربما سيسيطر حركة أسعار النفط مع قليل من الميل للانخفاض هذا اليوم لحين صدور قرار منظمة أوبك يوم غد الأربعاء. نعم، بالمقابل عم نشوف تحركات الذهب حتى الآن متماسك فوق مستويات ال 1800 دولار سركيس، يعني كنا يمكن شايفين اليوم ما بين الذهب وكذلك عوائد السندات والدولار من جهة أخرى. عوائد السندات الأمريكية أمد استحقاق 10 سنوات تنخفض للجلسة الثالثة على التوالي، وهذا ما يفيد في العادة أسعار الذهب خصوصا مع ترافق ذلك بانخفاض في الدولار الأمريكي. الأسبوع الماضي هو الارتكاز في الارتفاع في أسعار الذهب، حيث ارتفعت الأسعار من مستويات حول 1776 لمستويات وصلت الأسبوع عند 1823 دولار تقريبا قبل أن تعود لتتداول حاليا في نطاقات محدودة نسبيا. التضخم مرتفع في العالم، في الولايات المتحدة 5.4% توقعات بأن نشهد ارتفاع أيضا في التضخم في أوروبا، بريطانيا، كل هذا محفز لطلب الذهب لتغطية مخاوف انخفاض القدرة الشرائية للنقد، لكن المقاومات الفنية المتواجدة حول 1830 حتى 1840 دولار سيطرت على حركة الذهب خلال الفترة الماضية وتسببت في حصول عمليات جني أرباح متعددة، وبالتالي إن أردنا أن نشير إلى أن أسعار الذهب ستستمر بالارتفاع فيجب على الأسعار أن تصعد فوق هذه المقاومات، إذ أنه لو حصلت عمليات جني أرباح لأي سبب من الأسباب فربما تبقى الموجات الصاعدة محدودة نوعا ما على أسعار الذهب. النقطة الرئيسية مع انتظارنا هذا الأسبوع لبيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة المقبل، سيتم تقييم متى سيبدأ الفيدرالي بتقليص برامج شراء الأصول، فبيانات وظائف قوية بإضافة أكثر من 900,000 وظائف
الوظيفة قد ترجح أن يبدأ الفيدرالي بخفض برنامج شراء الأصول شهر أكتوبر المقبل، وهذا يعني ضغط هابط على أسعار الذهب. بينما إن جاءت بيانات الوظائف بأسوأ من التوقعات وإضافة أقل من 800,000، فهذا قد يرجح أن يؤجل الفيدرالي أي تقليص حتى شهر ديسمبر المقبل، وبالتالي قد يكون إيجابي على أسعار الذهب. بالتالي تحركات أسعار الذهب هي صاعدة بالفعل بتحفيز من توقعات ارتفاع التضخم، لكن مع مراعاة بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة المقبل. سريعا سركيس، يعني أيضا بما أنه عم نتحدث عن البيانات، يعني شاهدنا البيانات التي أتت من الصين بالنسبة للقطاعات غير التصنيعية والتي تراجعت، تباطؤ اليوم يعني الإنتاج من الصين كيف سيكون أثره على الأسواق، على الرغم من أنه عم نشوف مستويات قياسية للأسواق الصينية وكذلك الأمريكية، كيف عم نفسر ذلك؟ نعم، البيانات الاقتصادية التي صدرت من الصين بالفعل أظهرت تباطؤ كبير في نمو قطاع الصناعات التحويلية وانكماش في قطاع الخدمات جراء الإغلاقات التي قامت بها الصين، لكن لا يجب اعتبار ذلك أنه على المدى الطويل، حيث أن الإغلاقات كانت محدودة نوعا ما. المتداولون حاليا يرون البنوك المركزية حول العالم، أهمهم الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي الأوروبي، بنك بريطانيا المركزي، وكذلك أيضا أمامنا حتى بنك الشعب الصيني، كلها تقوم بتحفيزات اقتصادية، وهذا ما يحفز الثقة في أسواق الأسهم، وبالتالي من الممكن أن نشهد استمرارية في الثقة في الأسواق المالية وأيضا استمرارية في الارتفاع في أسواق الأسهم الأمريكية على وجه الخصوص. نشكرك سركيس تشبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي جروب، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.